يزيد مشواره في دوري ابطال اوروبا من 61 مباراه. ديسكو يستعد، ديسكو با 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 يا له من جول، يا له من جول. ديسكو فنان، ديسكو رائع، ديسكو بارع، ديسكو ماهر. حطها في الزاويه، خلى الحارس اونسن يتفرج ويلتقط صوره ولا اروع لهدف ولا اروع من ديسكو. يهز الشباك في الدقيقه 45. يا له من ديسكو، يا له من جول. حطها في الزاويه اليمنى امام الحارس اونسن فوق الجدار بالبراعه والدقه اللازمتين. بوم، حطها لك في الزاويه، خليت الفراغ كبير يا اونسن. ديسكو بالبراعه حطها في الجول، هدف مقابل صفر لريال مدريد في الدقيقه 45. الريال يسجل هدفا في الوقت. جاريث بيل راح 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 جاريث بيل، جاريث بيل 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 بدل. لمسة واحدة، كرة واحدة، انطلاقة واحدة، تسديدة واحدة، كل شيء واحدة، وجاء جاريث بيل. الصاروخ انطلق، الصاروخ سدد، الصاروخ سجل. جول ثاني لريال مدريد، هو الثامن، هو الثامن عشر لجاريث بيل في 55 مباراة في دوري الأبطال. أنت سهم بالدوزر وقطار يا جاريث بيل. اضرب الكرة بيسرى، شوف النظرة الرائعة جدا والتمريرة الأروع من هنالك من لوكا مودريتش. لمسة واحدة من جاريث بيل كانت كافية لكي يهيئ الكرة للتسديد. بوم، حطها لك في الزاوية اليسرى وجول. هدف ثاني لريال مدريد من إمضاء جاريث بيل بشكل رائع. صعب عليك تسد هذا الصاروخ، الأرض أرض من هنالك من جاريث بيل. الصواريخ معروف عنها أنها تروح أرض جو. فيها سياسكا موسكو بليزن، الكرة عن طريق دياز. با 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 دياز ببراعة وبروعة يسجل جول، يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال. وأي هدف بأي شكل وبأي طريقة، لن ينسى هذه الكيفية التي سجل بها دياز بكيفية رائعة جدا. استلمها وحطها في الزاوية البعيدة. روبن أولسن لم يشاهد شيء. يا دياز ماذا فعلت في الوقت بدل الضائع؟ يسجل أول أهداف وأي هدف في دوري الأبطال من ثاني مباراة. مارسيلو توغل، دياز استلمها المراوغة. أولولا، يجب أن تكون دياز لكي تسجل بهذا الشكل، لكي تسجل بهذه